النظام التدريبي اللي قايمين به ومازال احنا فيه، وبصدد يعني تدريبات باش نوجدوا المقابلة المهمة اللي عندنا الأسبوع القادم ولا في نهاية هذا الأسبوع ضد جرادة. غدا عندنا مقابلة حبية ضد لازاري في وجدة. كنظن بأن الكل شي كاع اللعابة واجدين بحال المقابلة ديال البطولة. كنظن بأن الكادر كله موجود باش يكون واجد ويعطي بكل قتالية، يعني يكون موجود لهاد المقابلة ويعطي الفريق والناس ديال المكتب يرد لهم شوية من الجميل ديالهم. الناس اللي واقفين مورانا كيساعدونا، موفرين لنا جميع الظروف. احنا كيف ما قلت لكم النهار الاول فاش جيت اتفقت مع السيد الرئيس اننا غادي نلعبوا على صعود. الحمد لله تأتى لنا يعني افتتاح اللي هو خارق للعادة بالنسبة لي انايا، اننا جبنا 6 ديال النقاط من خارج الميدان ديالنا، لان 9 المقابلات اللي باقيين لينا بالنسبة لي انا كل مقابلة غادي تكون مقابلة ديال البراج. سوفي لانهينغا اوس دويتشلاند هابن اينا دافون اس اكسترا جيريس اوس دويتشلاند ام اوس انزوشاون. Möchte ich mich bei ihm bedanken, bei allen Zuschauern und Anhängern in Deutschland. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Arbeit, was die ganzen Leute hier leisten, vor allem unser Präsident, unseren Staff, die machen wirklich was Unglaubliches hier. Ich freue mich sehr und ich bin auch stolz darauf, dass ich überhaupt hier arbeiten darf. Ich bedanke mich auch bei meinen Spielern. Die leisten auch genug. Wir arbeiten daran, dass wir wirklich was leisten und so viele Punkte sammeln, dass wir am Ende des Jahres als Erster ganz oben stehen. Ich mache mein Bestes. Ich glaube daran und ich wünsche allen viel Glück und herzlichen Dank für die Leute, die an uns glauben und wirklich uns unterstützen. Danke sehr. السلام عليكم. تشكر على دور سيتي غانو دو سينار ان شاء الله دغه السعوديه. تشكر سي واحد المدرب لنا. تشكر المكتب المسير مانسيو محمد الشريف سعدون نجم مهم مكتب سيني كين غدا سيني جان غابن كل جن الظروف الناس كل جن المشاكل الناس اللي تدات عائلية وزما خاص نضغط مرة كين غدا سندي تاني. المهم الحمد لله مادام دا 3 4 5 زي المكتب هو نطلو ميشي نور كين غدو سين شاب وكين يبوش خاصن الحال. تشكاغ يلعبني غنغضي تاني لا سيني نتمواطنا لا سيني مبارا وتشكا حتى اني كي نضي تسندي تاني تسند خزان يلعبان ديسنا منوس خزان ما مشجع نشي الحمد لله ومي عبحن يمزون تغو يمزون نقغسج الحماس تسمى كتار دين غمنوس ما مش دين غمنوس اخوك جرادة ولا اني خصت ايش نحاش تقلعبن ودي سني تيري بول خوف تيقودا هذا سني نلقى جرادة تتم زوارو يمكن اختار بح يمكن نزوغ التعادل نشين نتمنى ان شاء الله انا حاجر هذا نشقي كيسن خوس فوس خو فوس اقي كيسن الماتش ني نشين نزو ثلاثه نقي ديني ثنتي تناول نشوري نسمح خشا اقي كيسن و اذا دي سلوان نوفا اثنين الكيران السكينه سلوان نشين غنغ ماريني تحبان نهضر شباب سلوان مرحبا بهم كاين غضحان وجي كي راح النش هذا حنا كل فرقه نسان تشجع الفرقه نسان عاون الفرقه نسان شتا غزيس ني جنحاش تتا غزيس غالا ور تشجع الفرقه نسان اما نش اقي كيسن زقوم يبدي غمز والو اقي عاد كيسن وكيسن كمل غلا نكار وكيسن كفوس كفوس
يا الله فينا ما مش مات وان شاء الله نشينا كنخص الصعود اكيد نكمل ان شاء الله. قلنا الحمد لله عندنا المغرب باقي فيه الله ينسو سيدنا والحمد لله نديرو يد في اليد وهذا الماتش ان شاء الله بالمجهودات ديالكم ان شاء الله راح تنجح. قصادي نغيجن كلمه كارت اقش السياخ المدرب وسيرت وانا نقولها بالعربيه باش تفهموها كاملين. كنشكر جوبي اصغر لاعب عندنا. علاش كنشكروه؟ واحد الماتش ما لعبناش الاخر مروان ولد منصور كان مريض ولكن تفاجئنا ولقينا فيه شي حماس. يعني الملعب اللي كان كيتفرجوا فيه كاملين حتى ديال التوريت يعني كيشكروه الناس ديال التوريت الاخر اللي كانوا كيتفرجوا في التيران شكروا هاد الدري هذا لحقاش هو ديال الجينيور ولعب معنا الماتش والله العظيم ثم والله العظيم الله يعاونو عند الاخر التدريب ديالو وان شاء الله كنتمناو له مستقبلا يكون واحد البطل واحد اللاعب مزيان وكنتمناو عندنا ولد مانسيو بلاصتو ما كاينش باش نبدلوها ولكن كنتمناو كيف كيلعب ولد مانسيو كنتمناو حتى هو يكون لاعب داك البلاصه تكون عامره كتبقى مسكينه النهار كامل واقفه في الكوزينه وصيفطو من اللي كيسهر معاكم وكيوجد لكم وكيتعاون معاها كنشكرهم بزاف وما عندناش وما عندنا باش ما خلصناهم ما نقدروش نخلصوهم لحقاش داك يسمحوا لنا في داك التمارين اللي كيضربوا معانا وكنشكرهم بزاف وخصو حتى نتوما تشكروهم وتصفقوا عليهم. اللي قال لكم المدرب سيديروا هذا الماتش ان شاء الله باش تجيبوا ما يخوفكم شي فريق تقولوا جراده بالله راه في الراس وهي صعيبه ولا راه ما تما والو هي ديروا القلب ديالكم وديروا اليد في اليد وتجيبوا الماتش. الماتش راه كره ماشي يقولوا لكم راه جراده زعما هي قويه ولا راه ما تما والو ان شاء الله الا ربحتوا هذا الماتش راه عندكم الصعود. الجراده كتخرج خمسه مباراه برا وثلاثه كتدخلهم والماتش الا جبتوا الماتش في الحسابات نتوما كتفوتوا علاش عندكم الفراخي كتدخلهم بسهوله. وكان اللي كنطلبوا منكم المكتب الموسيقي موراكم كيعاونكم والرئيس راه معكم ديما عام سيدي ديروا اليد في اليد وتجيبونا 3 بوان من الجراده لسكنه سلوان سكنه سلوان مرتاحه كتشجعكم كلشي الدراري الصغار والكبار والمدرب مزيان وانتم راكم مزيانين وكنطلبوا لكم التوفيق ان شاء الله والنتيجه وشكرا. هنايا في السعوديه كنشكروا السيد الرئيس اللي جابنا هنايا السعوديه باش نفوتوا واحد 15 يوم تقريبا في سعيدية استعدادا للمقابلة مع وداد جردة يوم الأحد المقبل. وكنشكر المكتب المسير لنهضة شباب سلوان اللي كيسهر على اللاعبين وكنشكر اللعابة كاملين اللي كيديروا واحد المجهود كبير اللي داروه مع كنتمناو إن شاء الله اللعابة اللي يلعبوا المقابلة مع توريرت يلعبوا بواحد الحماس واحد الانسجام واحد الانضباط وعاود لعبوا في اتحاد امزورن داروا واحد المجهود جبار كنتمناو ان شاء الله يديروا هاد الجهود يديروا ان شاء الله في وداد جرادان ان شاء الله الاحد المقبل باش حنايا ديما زعما كنتمناو ان شاء الله نلعبوا هاد العام على الصعود واللعابه خص ما يفكروش بينما الوداد جرادار هي الاولى وبنادم يخاف منها ديما يديروا شي حاجه ما يفكروش في اي المهم يديروا واحد المجهود يكون جبار باش ان شاء الله نكونوا موفقين وكنتمنى ان شاء الله اللعابه يديروا واحد المجهود جبار وشكرا والسلام عليكم. نشكر الموقع ديال نادر سيتي اللي جا عندنا للسعوديه
كنشكر المكتب المسير وبالخصوص سي كريم الكراكيل اللي قام بواحد الواجب تبارك الله عليه ويشكر عليه بزاف بزاف بزاف. كما كنشوفوا اللعبه كامل هنايا جوج سيمان في السعوديه يعني موفر لهم كل شيء كل شيء كل شيء. وكما قال دابا عاد السي المدرب والسي مانسيو المقابله ديال نهار الاحد راه فيتكم فيتكم يعني عندنا فرقه ماشي كلوب عندنا فرقه وعندنا مدرب وعندكم رئيس. الرئيس اللي عندكم كيطلبوا اي فريق اي فريق كيتمناه والله هذا الشيء اللي موفر لكم هنايا كيتمناه اي فريق يكون عنده. ومن هذا المنبر كنحيي السي كايب الكراكي والسي عبد الواحد المدرب والسي مانسيو وتبارك الله. مش زين مكتوب لنا هاد الشباب سلوان وثاني المسير اكيسن دي المكتب المسير تاغ إذن الشكر ضم قراني انا انا الوسيتي انا راني داو ديك شي الاهتمام غنرديو سي الدار غطاب بو سي الكيل الى عابن وتشكا الرئيس المكتب كينا مره خا المجهود هذا كاين غير كاع نسمو ندي حرام المره نسمو ندي العابن باش انا ديجن دي جن بنام دي جن وتشكا المدرب سي واحد يكشي ندي جن لومبيوس تم قرنت يحرام باش ادايرين هذا ادايرين مليح وتشكا غطاس المكتب على راسهم الرئيس ويلعبنا مع رئيس الجيش. كنشكركم واحد واحد على المجهودات اللي كتبتوها. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر بعد هذا الحضور القيم اللي جمعنا فيه السيد الرئيس سي كريم الركراكي في هذه الامسيه السعيده اللي من خلالها حنايا كنعيشوا ديما واحد الاجواء الفرح والسرور. يعني دايرين الرفيق ديالنا رفيق واحد هو شباب نهضة سلوان. يعني شباب نهضة سلوان فإلا جيت نهضر لك على هذا الفريق بعد ما كان يعني مدة طويلة كان فريق منسيا يعني كان فريق حتى شي واحد ما كيمدها فيه كان يعني كما نقول لك كان فريق مخرب بهذا المعنى. لكن بعد المجيء ديال السيد الرئيس سي كريم الركراكي يعني اتاح الفرصه يعني الاول الفرص اللي اتاح بزاف ديال الشباب انهم يجيو يحطوا القدم ديالهم في شباب نهضه سلوان. يعني ثانيا الحاجه الثانيه اللي بغيت نشير لها ان السيد الرئيس يشتغل بصمت يشتغل ويسافر من قلبه طرقات بعيدة من أجل باش يكون هذا الفريق يكون يعني منسجم ويكون يوفر له يعني جميع الظروف اللي تفرحوا اللي يعني نسميوه بها أنه فريق. يعني اللي بغيت نقول لك هو أن الرئيس كل ما كيوفروا لهذا الفريق ربما من المستحيلات أنني نقول لك يقدر شي رئيس خور يديرها من شكون. نتشكى موقع ناظور سيتيم إذا غدي شعر في النهار أكيد خذاني تا. نتشكى المكتب المسير نهضة شباب سلوان على رأسهم السي كريم الركراكي وجميع الأعضاء إني يحضر ديني إغابن. ونتشكى إلعبنا إكي خيطان مارا ديني إتقل المجهودات تبقرانين. اولا وقبل كل شيء اذني اخرج الكلمه الى عالم بالنسبه نيويت اثنين بارتي ذات زي بارا اشتواني ثمانية الى عالم اذنينيخ وياكم زي الغرور اولا وياكم زي الغرور اولا في قمار الماتش نجرادا ان شاء الله ثنيا ديج المفصل ازي غنويا غزات ان شاء الله مرا نيويت ثلاثة تنقيذين ان شاء الله اذا اجل الفرصة ديج الحامات ديج لومبيونس ايزي غنانيا ليوي التعادل ان شاء الله امنيا ان شاء الله نشتي نزو ونخسر ترجم تنخ مقابلات تيم قرين غبارة نتمنى ان تدناوي وشكرا لرئيس الفريق يتقن اجل مجهودات تيم قرينين للمكتب المسير ديال عبد المارة وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكر موقع ناظور سيتي راديو سيندين فيتي. ثانيا نتشكى بعدا المكتب المسير أكثر نتشكى راه الرئيس خد مجهودات كاينة غير تقدرني تأثير وفارغ كلشي وفارغ ثداك وفارغ المهم ديال الماكلة وينات هيضا سامان كلشي موفر حيت نتشكى المجهودات كاينة غير تقسي واحد المدرب النغ
شين قد نستعدي بارتي دويان جرادا شي قد يقل مجهودات النو شي قد بريباري مش بريباري بارتي دو المغرب عادي ام بارتي دو جرادا ام يمزان ام ويناز شي قد نقوى بارتي دو بارتي دو نفكا بارتي دو بارتي دو كور بارتي دو سوينة النز كور بارتي دو سبريباري مش غير كيس غاني رام مش غير البيت انت المدرب وني الدور النز شي قد يقمين خانا شنو يعني وانت معبو يعني انا قم مغرورين شنو يعني ابولون يعني ابولون السن شنو تقول تقول سجرة انا شنو وينه شنو احنا ابولون انا كفوس كفوس ان شاء الله مريم وينه ثلاثة ترقينا ان شاء الله شاد بنادم السنية غزادة يقوى بارتيدو بارتيدو ونفك هذه السعود بلي ودع ربي العالمين السعود طارك الله ودي ويشان شنو قناة كوشان ناغ مهم تشرف تشمن سروه ان شاء الله ومن وين شت منا ان شاء الله ثلاثه نتلقين سيمانه ان شاء الله صباحي صباح مكتم وسير تندي تنسروان مرضى غادي تبع ان شاء الله ان شاء الله جيبي دابور يسي دابور يفارين دو كوت ديفوار دونك il fait partie de l'équipe de Silouane et d'abord pour commencer je vais d'abord remercier le président le staff technique l'entraîneur et tous les dirigeants qui sont là et je vais encore dire encore merci encore pour l'ambiance qui se passe ici, parce que c'est pas évident. Voilà, nous avons eu un match au repos et le comité nous est rassemblés encore ici pour qu'on soit ici au repos pour un match décisif qui est à Gérada pour ce match pour aller vers la montée de l'équipe. Donc, je dis encore merci au comité pour tout ce qui se passe. Ça se passe en ce moment très bien ici, en tout cas. On mange bien, on est bien ici. Et c'est la famille, on est tous ensemble et je veux encore dire merci ce que le président fait pour nous, vraiment c'est pas évident. Voilà, on a vu des différences et j'ai passé dans différents clubs, mais c'est pas comme ça. Donc je remercie d'abord pour l'ambiance qui est là et puis on espère Inch'Allah remporter ce match ce week-end prochain et je crois que l'équipe est en confiance et je dis merci au groupe et puis merci à l'entraîneur qui nous encadre aussi ici présent parce qu'il est arrivé, vraiment il y a l'ambiance et puis il y a la victoire et puis tout se passe bien. Donc, je dis encore merci encore au comité et puis merci. الشيطان الرجيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقضت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قذ من قبل فصدقت وهو من الكاذبين فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من